تقدرش تقول عليها انها ممتازه جدا. هو نفسه كان بيعتبر ان باب الحديد هو البدايه الحقيقيه لاعماله، وهو دخل المجال اساسا عشان حابب انه يكون ممثل مش مخرج، فقالوا شكلك ما تنفعش، فانتهز اقرب فرصه يبقى فيها ممثل فعمل فيلم باب الحديد، ففشل فشلا ذريعا رغم ان كان بيسنده في نفس الفيلم فريد شوقي اللي ما بيسقطلوش اي فيلم من في العالم يعني. دي صدفه لابد من الاشاره ليها. الصدفه الثانيه اللي انا شايفها ان عمل فيلم جميله، ده برضو اترمى في حجره، قالوا له يلا تعالى اعمل الفيلم ده، فقال له مين جميله؟ مين جميله يعني؟ عاوز افهم ايه حكايتها بس. فقالوا له والله ده الاستعمار الفرنسي مع العرب في الجزائر. قال لهم اه يعني مين الاخيار؟ قالوا له الاشرار. ومين الاشرار؟ فقالوا لا ده الفرنساويين. قال لهم توكلنا على الله، وابتدى يشتغل هذا العمل. فنفاجأ ان الجزائر تهتم جدا بما قدمه يوسف شاهين عن جميله، وتبقى هي اليد العليا في انقاذه مما وصلت ليه السينما المصريه.